سريعا كده نشوف مع بعض استعراض مباريات اليوم النهارده الجوله الاولى من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. طبعا بنتكلم في مباراتين هيبداوا الساعه 7 الا ربع. يانج بويز هيلعب مع مانشستر يونايتد، اشبيليه هيستضيف ريد بول سالسبورغ. الساعه 9 بنتكلم في حوالي 6 مباريات في توقيت واحد، ابرزهم بالتاكيد المباراه الديربي واهم مباراه اليوم في دوري المجموعات، برشلونه هيستضيف بايرن ميونخ، دينامو كييف هيستضيف بنفيكا، فياريال هيستضيف اتلانتا، تشيلسي هيستضيف زينيت سان بطرسبورغ، مالامو هيستضيف يوفنتوس، وليل هيستضيف فولفسبورغ الالماني. دي مباريات النهارده في دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا والجوله الاولى من دوري المجموعات. ومباراه البارسا وبايرن ميونخ بالتاكيد في السهره النهارده كله هيكون حريص على متابعتها، ولكن بعد متابعه احتفاليه تدشين النجمه العاشره على تيشيرت النادي الاهلي.